اتفضل يا طيب، هو الأستاذ ناصر ياسين بيقول لحضرتك من البر الغربي بالأقصر، أحلى وأجمل صباح على دكتور الشباب والرياضة دكتورة نادية نشار. صباح الفل. مفيش حد يقدر يستغنى عن التكنولوجيا، بالعكس معظم الشباب أصبح أسير لهذه الأجهزة. هو بيقول إن هو بيسمع ابنه بيتكلم بصوت عالي، وهو طبعا في طب بس لكنه الفراغ هو المسيطر طبعا على الفترة دي، فبالتالي ممكن يكون بيستخدمه في ألعاب. أستاذ عبد الحي علي، صباح الفل والسعادة دكتور نادية. صباح الخير. أستاذ مصطفى الدربيلي، صباحكم تك، صباحكم معطر بالمحبة والخير، حلقة موفقة، تحية طيبة لكم والدكتور نادية النشاط الأحمد. وللأستاذ أحمد. أستاذ محمود الأنصاري، صباح السعادة يا دكتورة، دايما مطلقة ومبدعة، وجودكم. تحياتي. أستاذ وليد جودة، لا لا هيقول لك خصم 3 ايام تاخير في... على فكره ما كانش فيه تاخير ولا اي حاجه، يعني بريك. خصم 3 ايام، يعني في اول يوم لعوده الحياه وتخفيف الاجراءات تديني خصم 3 ايام كده يا استاذ وليد، ينفع؟ والله يا دكتور انا بشوف ان يعني نوعيه البرامج اللي زي دي نادره، فبالتالي احتياج الجمهور ليها او المستمعين بيبقى مهم جدا، لانه يمكن صحيح. مفيش زي ما كنا بنقول مفيش كتالوج للحاجه دي، طب انا هعرف امتى هستخدم الحاجه دي امتى، يمكن يكون منفذ للمعرفه. صحيح. فعشان كده اهتمام المستمعين بحاجات زي كده بيكون طبعا ليه. والله لا، كمان عايزة أحيي أستاذ وليد لأن هو اللي كان طرح سؤال من أسبوعين 3 كده، قال عايزين نسأل نفسنا سؤال كده، إحنا نقدر نستغنى عن التكنولوجيا؟ نجرب يوم، نجرب يومين، نجرب ساعة. فقلت له لا، ده كده محتاج حلقة، فهو طلع حلقتين. أستاذ عماد حكيم، طبعا ولا بد من استخدام كل وسائل التكنولوجيا لأنها هي التي تؤدي إلى التقدم والازدهار في المستوى العلمي للدول وللأشخاص. الثقة الجميلة من الأستاذ وليد جودة، وأستاذ وليد جودة برضه صباح الحب والجمال، ترند تويتر المحمود يسيطر على عقولنا وأفكارنا، يظهر أخلاقنا وثقافتنا عند الخلاف، نحن في حاجة لعلاج إدمان التكنولوجيا، ده اللي كان حضرتك لسه بتقول عليه. هل يمكن أن يستغني الإنسان عن المحمول ليوم واحد؟ نحن نعيش العالم الافتراضي أكثر من الواقع. تم نقل حياتنا على صفحات الانستجرام والتويتر والترند، نحن مدمنين مدمنين تكنولوجيا. أستاذة أمير وآخر العقود بتقول صباح الفل عليك يا دكتور وعلى مستر الكريم وكلامك كله صح. أستاذ بشكرك وليد يعني. ده بيكرر بيقول جرائم التكنولوجيا لن تنتهي، الإنسان هو الإنسان مهما تعامل مع أدوات التكنولوجيا، كيف تكون إنسانا راقيا؟ والله معاكو حق، يعني بيتهيألي يا أحمد أنا متفقة معاك جدا إن إحنا في الشهور الأخيرة دي حصل لنا نضج سريع جدا في التعامل مع بعض لما يكون بيننا الوسيط التقني ده. صحيح، وكمان في جزئيه فكره ان احنا ما كناش دايما قاعدين مع بعض، أمم فلما نكون قاعدين مع بعض وبنستخدم التواصل الاجتماعي او الافتراضي، فبالتالي احدث نوع من التغير اللي هو انا هنتبه للواقع اكثر من الافتراضي، أمم وده انا لاحظته في الفتره الاخيره بحكم ايام الحظر اللي كانت موجوده، فبالتالي هننتبه للواقع او هننتبه للافتراضي مع عدم اهمال الواقع، ضروري جدا ان احنا نكون واقعيين اكثر، وبرضه لا نتجاهل التواصل الاجتماعي او الافتراضي لانه منفذ معرفه شئنا ام ابينا. صحيح، وتعلمنا كمان ازاي نتعامل مع بعض، احنا بينا ساعات يكون انت في اوضه وانا في اوضه وبينا وسيط تقني، يعني بندهلك من على الواتس مثلا انت فين، ف او تعالى هات لي كذا، او ودي انتشرت جدا الجروبس العائليه بالظبط، اللي هو التواصل اللي هو كاسره عاملين جروب، اللي هو انا لو جوه البيت برضه بتواصل من خلال الجروب. في جزئيه مهمه جدا يا دكتور برضه كنت عايز اشير اليها، فكره وقت التركيز على الانترنت. يعني نظريه فكره ان انا ادي 5 دقائق بريك ان انا اشوف بس لا اتجاهل وقت كامل ومخصص للتركيز، لان ده بيساعدني على تجميع اكبر قدر ممكن من الحاجه اللي انا داخل اساسا عشانها، المعرفة أو الثقافة، فيكون ليه الأولوية عندي في تحديد وقت للتركيز بدون التشتت في أكثر من حاجة، مع بخلاف إن أنا بدي وقت للبريك، يعني ده مهم جدا، لأن فكرة تجنب المقاطعات المستمرة ده مهم، لأن هو اللي هيحافظ على تركيزي يعني وهيبعدني عن التشتت اللي دايما موجود على الإنترنت.
صحيح. كمان كان معانا صديقة باحثة من الباحثات الواعدات يعني، دكتورة لبنى خيري، كانت قالت نظرية حلوة قوي، 20-20-20، اقعد 20 دقيقة، لو كملت ال20 دقيقة لازم تاخد بريك على الأقل 20 ثانية عشان كل أجهزتك تعود للعمل، أجهزة الجسم، وعشرين سنتي بينك وبين الجهاز، ودي المسافة الأقل يعني، أقل ما تقربوش أكتر من 20 سنتي من عينك. دي المسافة الآمنة فعلا. اه، فما حطت لنا حتى ببساطة 20-20-20، واحنا في 20-20 تخيل. بيتهيألي ان هي يعني يتم تذكرها بسهولة، خلي الجهاز بعيد عن عينك حوالي 20 سنتي، ما يقلش عن كده، واقعد ما تزودش عن 20 دقيقة، وخد بريك على الأقل 20 ثانية. النقطة بقى المهمة جدا يا أحمد، كنت بتفرج على فيلم امبارح عن، هو اسمه كده الذكاء الاصطناعي، عجيب عجيب انه المستقبل فيه تطورات كبيرة جدا تخص الذكاء الاصطناعي، لدرجة اللعب في المشاعر، فكل ما عمقت مشاعرك مع المقربين منك والتكنولوجيا بقت جزء من حياتك مش كل حياتك، كل ما قدرت تعرف تفرق انت بجد متبرمج على ايه، لان احنا كمان كبشر بنتبرمج زي الآلة كده، انت بتبرمج الآلة، طب برمجت نفسك على خطتك؟ ده صحيح جدا يا دكتور. احنا يعني هل نتخيل ان كان من 10 سنين كنا نحدد اولوياتنا في دخول مكان معين وفقا بان هو فيه واي فاي ولا لا؟ هل الاولويات اتغيرت في المستقبل؟ في تطور مذهل مذهل طبعا، مرتبط بفكره المشاعر والاحاسيس والتفكير التقني والذكاء الاصطناعي، طبعا في تطور مذهل في المستقبل. واحنا يمكن ده لمسناه كجيل كان شهد فكره عدم ظهور الموبايلات، ظهور الموبايلات، ظهور الانترنت، الطفره اللي حصلت في الانترنت، التواصل الاجتماعي، تطور التواصل الاجتماعي لا بشكل كبير جدا طبعا، تطور الاجهزه، الجهاز الموبايل اللي كان بدأ معانا في نغمات مجسمه، حاجات بسيطه، مع الموبايل في كل حاجه في الدنيا تقريبا في الموبايل. فطبعا التطور المذهل في التكنولوجيا بيحدث تغير مذهل اكيد في المستقبل.